ايه سر لقب العشوائي؟ عشوائي ايه سر اللقب ده يا كابتن؟ هو ربنا يشفي مؤمن زكريا طبعا، طلع من نفس يا رب يرجع لنا بألف سلامة يا رب. طبعا من خلالك بقول له يا رب يشفيك كمؤمن وترجع احسن من الاول يعني. انا جبت سيره مؤمن طبعا عشان ادعي له طبعا بالشفاء، ولان اللقب ده برضو طلع عليه. هو كلمه حلوه يعني، كلمه عشوائي في الكوره كلمه كويسه يعني، مش حاجه أكيد وحشه اكيد يعني. لا انا بوضحها لك يعني، دي اتقالت عليا فانا في المنتخب. كابتن حسن شحاته والكابتن وائل جمعه طلعوا عليا. وائل لما كان بيخش عليا ما كانش بيعرف يعني يقطع الكوره مني، فكان يقول لي انت انا مش عارف انت رايح فين. فقال لي انت عشوائي. فكابتن حسن كان موجود فطلعت بكلمه يعني عليه، يعني كلمه اللي هو انت مش عارف رايح فين في اي اتجاه يعني بالكوره. لقب بتعتز بيه؟ لقب كويس ما فيهوش حاجه، هو اصلا يعني الكلمه او اللقب مش ما فيش تجريح، هي كلمه حلوه يعني.